يقول السائل: أثناء العمرة طفت أحد الأشواط من حجر سيدنا إسماعيل، وكنت جاهلا أن الحجر داخل البيت، وقد تحللت من إحرامي، هل في ذلك شيء؟ نعم، ما صح طوافك، لأن اللي يخترق الحجر لم يطف بالبيت، وإنما طاف ببعض البيت، فطوافك غير صحيح، وتعيد ملابس الإحرام عليك إذا كان هذا في العمرة، تعيد ملابس الإحرام عليك وتؤدي العمرة من جديد، تطوف وتسعى وتقصر. نعم.